اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج في الجراج. انا محمد دي تشانل مستر بيج جيم. النهارده في الحلقه الثانيه هنتكلم عن لعبه من اشهر الالعاب الاستراتيجيه، لعبه جنرال زيرو اوت. مفيش حد ما اعتقدش ما لعبش اللعبه دي خالص على الاطلاق، يعني في مصر طبعا لعبه قديمه شويه. اللعبه من انتاج شركه كبيره جدا في مجال الالعاب اللي هي شركه اي اي سبورتس، الشركه المنتجه لفيفا والالعاب الرياضيه كتير. الاديشن اللي هنشغلها النهارده الاديشن القياسيه او الستاندرد اديشن، اللي هي ما فيهاش جيوش غريبه، ما فيهاش باتشات، ما فيهاش وحدات جديده او غريبه مضافه. هنلعب اللعبه العاديه وهنشوف ايه اقوى جيش انا ممكن تلعب بيه وازاي تستعمل الجيش ده قصاد اي جيش انت ممكن تلعبه في الشاب. طبعا الجيوش هنا بتتقسم لثلاثة، أول حاجة الجيش بتاع أمريكا، تاني حاجة الجيش بتاع الصين، تالت حاجة الجيوش اللي هي جي ال اي أو الجلوبال ليبريتنج أرمي اللي هو اسمه جيش التحرير العالمي. ده طبعا اللعبة هنا أمريكا جايباها إن هي ده ميليشيات زي بتاعة أفغانستان وكده، بتبقى وحدات بسيطة جدا وبيبقى ليها برضه مميزات تانية، يعني مهياش قوية أوي زي بقية الجيوش لكن فيها مميزات تانية مش موجودة الجيوش بتاعت امريكا والصين. طبعا الجيش بتاع امريكا هنا بيبقى له كذا جنرال، يعني انت بتلعب بجيش امريكا لكن كل جنرال بيبقى مختلف عن التاني. اول جيش موجود هنا اللي هو اليو اس اي روب جنرال او جنرال الغضب، تاني حاجة كوماندر ان شيف ده اللي هو الجيش الرئيسي، والاسولت جنرال ده جيش المدفعية برضو الامريكي، هليكوبتر جنرال ده الجيش بتاع الطيران او سلاح الطيران. تاني مجموعة من الجيوش اللي هي الصين برضو تشاينا روك جنرال اللي هو اسمه جنرال الغضب والجيش الرئيسي برضو بتاع الصين، وفي تبع الصين وحدات النابالم والاي ام بي والارتيلري اللي هي برضو المدفعية. المجموعة التالتة من الجيوش موجود أسامة بن لادن، موجود صدام حسين، وموجود اللي هو الهاي جاك جنرال. دول شغلانتهم أو القوة الرئيسية بتاعتهم في احتلال وحدات الجيش اللي قدامك وتلعب بيها، والمباني نفسها برضو كمان بتاعتهم، يعني انت ممكن تكون بتلعب بالجيش ده وبالاضافة للوحدات بتاعته والعساكر اللي فيه والدبابات اللي فيه تقدر ان انت تحتل مباني الجيش اللي قدامك وتبنيها، سواء كان جيش بتاع امريكا، جيش بتاع الصين او وات ايفر. يعني خلينا نجرب جيم ونشرح اللعبة ونشرح الوحدات اللي موجودة فيه. انا هلعب بجيش امريكا وهلعب بجيش الصين، ومن هنا انت بتقدر تختار الخريطة اللي هتلعب فيها. خلينا نختار اول خريطة العادية خالص، وهنجيب اللعبة على الهارد وهنعلي اكتر حاجة في الفلوس طبعا انت اول ما بتبتدي زي اي لعبة استراتيجية بيبقى معاك المبنى الرئيسي، البلدوزر اللي معاك ده انت بتبني بيه الوحدات، سوري بتبني بيه المباني. بتختار المبنى الرئيسي بيطلع لك البلدوزر اللي بتبني بيه، في الصغيرين وفي الكبار. الصغيرين بيبقوا وظيفتهم ان هما بيبنوا الوحدات الدفاع او المباني الدفاعية، والكبار بيبنوا اي حاجة. ده طبعا مبنى الطاقة. ريسورسز هنا في اللعبة متقسمة لحاجتين، الطاقة والفلوس. والفلوس انت بتقدر تاخدها من الحاجات اللي هنا وتبني. خلينا نبني دفاعات. اول نوع من انواع الدفاعات اللي هو الدفاعات الارضيه بيبقى فيها اربع رشاشات عشان الافراد، والمدفع الكبير ده بيبقى بيضرب المباني ويضرب الدبابات. وتاني نوع من انواع الدفاعات اللي هو الباتريوت، ده بيبقى ايه، بيبقى مسؤول ان هو بيضرب الوحدات اللي هي زي الدبابات والوحدات الطيران. طبعا انت بنيت مباني دفاعيه كلها تشتغل بالطاقه، فانت محتاج ان انت تعمل مباني طاقه. خلينا المبنى برضو اللي انت بيبقى مسؤول ان هو يجمع لك الفلوس، بتبني الطياره بتاعته والعربيه اللي بتشيل الحاجات دي وتنقل. بعد ما انت بنيت دول انت محتاج تبني طبعا السكن بتاع العساكر. وبتبقى الميزه في لعبه جنرالز عن اي لعبه تانيه ان كل وحده بيبقى ليها مهام خاصه بيها وقدرات تقدر تعملها غير اي وحده تانيه، وده هيبان في بيت العساكر او السكنات زي ما هوريك. طبعا هنا ده اللي هو الاسولت رينجر، ده عامل زي العسكري العادي
بيبقى قوي جدا قصاد الافراد وقصاد العربيات الخفيفه او الدبابات الخفيفه زي ما هو كده. نقطه الضعف بتاعته قصاد المدفعيه والوحدات الطيران لانه ما بيقدرش يضرب. طبعا دي على فكره الار بي جي دي بتبقى طبعا قويه جدا قصاد الدبابات والطيران. طبعا انت محتاج ان انت تبني دفاعات في كل حته اللي انت متخيل ان الجيش اللي قصادك هيدخل منها. احنا نزلنا هنا عساكر ممكن تحطها في المبنى ده زي ما انت شايف عشان خاطر ان هما يدافعوا عن المكان ده. طبعا في شوية دبابات دخلوا من هنا، ممكن ان احنا نطلع طيارات على اساس انها تبقى سريعة وتقدر تحميها بصورة كويسة. ان شاء طبعا الله ما عنديش هذا بسرعة لان احنا مختارين الهارد مود. لو انت بتلعب على الايزي او النورمال مش هيبقى فيه الكلام ده، هيتأخر شوية على بال ما تقدر تبني دفاعاتك والامور تبقى اسهل شوية. برضو عندنا عساكر هنا ممكن نحطها في المبنى ده، العساكر اللي بتضرب بالار بي جي. يبقى انت كده لو انت اتكلمت عن مبنى هتلاقي فيه مباني دفاعية بتبقى مسؤولة عن الدفاع ضد الأفراد والدفاع ضد الطيارات والدبابات بما فيها المبنى اللي انت حاطط عليه. هنا نفس الوضع، هنا برضو نفس الوضع، لكن احنا محتاجين ان احنا نحط هنا باتري تنفيذة او اللي هو صواريخ الباتريوت عشان لو هاجم بطيارات من هنا او دبابات بصورة كبيرة ان احنا نقدر ندافع عن المكان ده. طبعا العلامة اللي احنا واقفين عليها دلوقتي دي الشورت كات بتاعها حرف الجي على الكيبورد، ودي بقى اسمها جارد، وظيفتها ان هي بتحمي المكان ده. بعد ما انت بنيت السكنة بتاع العساكر بنيت المطار، محتاج ان انت تبني حاجة اسمها استراتيجي سنتر او المركز الاستراتيجي. ده بيبقى مليان بابجريدز بتبقى مفيدة جدا للعساكر والدبابات بتاعتك وبرضه بتجميع الفلوس وللوحدات الخاصة زي الضباط. خلينا نستنى المبنى ده يتبني وهقول لكم ازاي بالظبط. طبعا احنا مأمنين دفاعنا من الناحية دي، من الناحية دي موجود الطيارات، من الناحية دي موجود الدفاعات. الميزة هنا في لعبة جنرالز إن هي يعني تقدر تقول إنها انتر اكتف، بتتفاعل معاك وبتتفاعل مع البيئة المحيطة. يعني أنا جيت أبني مثلا مبنى دفاعي هنا مش هينفع عشان خاطر التانك اللي موجود ده أو القطر اللي موجود ده، فأنت ممكن إن أنت تدمره وتفضي مكان وتبني هنا قاعدة دفاعية زي ما احنا عملنا دلوقتي. الوحدة اللي اتقتلت من الجيش بتاع الصين دلوقتي قدامنا دي حاجة برضو ستيلث، يعني انت مش بتقدر تشوفها، بتبقى محتاج دبابات معينة عشان تكشفها وانا هوريكم ازاي دلوقتي. خلينا الهجوم قوي ناحية دي، محتاجين ان احنا نعزز دفاعاتنا شوية. الظابط بقى موجود والكولونيل موجود، وننزل شوية برضو عساكر من اللي هي بتبقى مضادة للطيارات مضادة للدبابات. المبنى الاستراتيجي أو الاستراتيجي سنتر تقريبا أهم مبنى في اللعبة كلها. أول أو جاي فيه اسمه الأوفيسر بروموشن أو ترقية الظابط. أنت ما بترقي الظابط بيبقى قادر إن هو يعمل إنزال لوحدات خاصة قوية جدا. تاني حاجة السبلاي ستاش، دي متعلقة بالفلوس بتاع اللعبة وإن أنت تجمعها بسرعة. تالت حاجة الأدفانس تريننج، بيخلي العساكر بتاعتك تترقى بسرعة بعد ما تخوض معارك. يعني انت قدامك من الثلاث اختيارات دول هتختار منهم اختيار واحد. اول حاجة اللي هو بيخليك تشوف مسافة ابعد 25% او دفاعاتك تبقى اقوى 25% انها تستحمل اكتر 25%، او ان انت عموما الفاير باور بتاعتك او القتال بتاعك يبقى اكبر 25%. هنختار الكيميكال سوتس، بيقول لك ان تخلي العساكر بتاعتك تلبس لبس معين، اللبس ده هيخليها قادره ان هي تقاوم النابالم او الغازات السامه بتاع سواء كان جيش الصين او جيش التحرير العالمي اللي اتكلمنا عليه. اخر ابجريد ده بيدي 25% ارمور، يعني درع زياده للدبابات والطائرات اكتر بنسبه 25%. طيب في مباني هنا انت ممكن تبنيها زي اللي هو المصفى بتاع البترول دي عشان ان هي تكتر الفلوس اللي انت بتجيبها عشان تبقى محتاجها. طيب الضابط نزل اهو، ده اللي كنت بكلمك عليه اللي هو السبيشال فورسز او القوات الخاصه.
القوات الخاصة دي ميزتها إن هي بيبقى فيها قناص تقريبا أقوى وحدة في اللعبة كلها. القناص ده بيبقى قادر إن هو يضرب من أي مسافة ويضرب أي هدف، ما عدا طبعا الأهداف اللي هي إيه في الجو أو الطيران. طبعا في هجوم قوي من الناحية دي، بس الطيارات حامية بشكل كويس. خلينا نخش على المطار. في الطيارة الهارير، ودي طيارة إنجليزية مختلفة عن أي طيارة تانية، بحيث إنها طيارة مش زي الطيارة الهليكوبتر، لكن بتقدر تطير بشكل عمودي وتقف في الجو زي طيارات الهليكوبتر بالظبط. دي برضو طيارة عادية، بومبر عادية بس ضعيفة شوية. والأورورا ألفا بومبر دي تقريبا أقوى طيارة في اللعبة. الطيارة دي قوية جدا، وهنشوف دلوقتي إزاي ممكن ناخد واحدة منها نخليها مسؤولة عن الدفاع في المنطقة دي، بحيث ان لو اي هدف جه في المنطقه دي هي اوتوماتيك هيروح يضرب. عايزين ان احنا نقفل المباني دي ونحطها على سطر زياده عشان خاطر الدفاع يبقى اقوى. طبعا الجيش بتاع الصين يعني زي ما هو باين في المنطقه دي ان هو دي دبابات نوويه، حتى اما بتتدمر بيبقى فيه اللي هو اثر الدمار النووي موجود في المكان اللي انفجرت فيه الدبابه. محتاجين ان احنا دلوقتي نبني بيت الدبابات. بيت الدبابات، الدبابات هنا بتتقسم دبابات عادية، في دبابات ضد الافراد زي الهيمبي، وفي دبابات ضد الطيارات اللي هي الافنجر ليزر، وفي دبابات او تقدر تقول عربيات اسعاف برضو بتعمل هيلينج للوحدات المصابة بتاعتك، وفي دبابات مهمة جدا اللي هي بتكشف السيلز اللي هي الدبابة اللي اسمها سنتر درون. الدبابة دي وانس ان انت بتحطها في مكان معين وتحمي مكان معين، اي وحدات السبلسم اللي هي بتدمر الطاقه بتاعتك او تحتل المباني بتاعتك هي بتموتها، زي ما حصل حالا بالظبط ان الطياره البومبر دي عشان اكتشف ان هو هنا الوحده السبلس بتاع الصين دمرها بمجرد ما ظهرت. طبعا في مبنى قدامنا ده هيبقى بيعيق اي هجوم لينا، فمحتاجين ان احنا ندمره، ومحتاجين ان احنا ندمر المبنى بتاع الصاروخ النووي بتاع الصين. ممكن نجيب طيارات من هنا تدمر المبنى ده، طيارات البومبر بتاعتنا او اللي هي قاذفات القنابل. تمام، طيارات كده سليمة. في برضو تريك انت ممكن تعملها هنا، دبابات الليزر اللي هي المفروض ان هي تبقى مضادة للطيارات، لو انت حطيتها قدام الدفاعات بتاعتك ورحت ضربت بالطيارات، الطيارات دي وهي راجعه هتضرب بالصواريخ، لكن وانس ان هي دخلت في المجال بتاع دبابات الليزر بتاعتك هتوقع الصواريخ المضاده للطيارات بتاع جيش العدو. هوريك دلوقتي ازاي. انت هتحطها هنا الدبابات دي، انت رحت ضربت هدف ورجعت وتضرب عليه صواريخ، الطياره هتبقى راجعه كده، الصاروخ دي هنا، دبابات الليزر دي هتوقع الصواريخ، فبالتالي الطيارة هترجع سليمة وتحافظ على الطيارات بتاعتك بالذات لو كان فيها ترقية. الصاروخ النووي يقرب يتضرب، خلينا نهاجمه بطيارات قاذفات القنابل بتاعتنا. فاضل 19 ثانية. تمام، التحديث اللي عملناه دلوقتي في البيت او في المطار، الكاونتر ميجرز اللي هو الاجراءات الوقائية دي، بتبقى حاجة اسمها فليرز او شعلات نار. طبعا اللعبة هنا محاكاة للواقع بطريقة كبيرة جدا. في الحقيقة عموما الطيارات لما بتيجي تتضرب عليها صواريخ، الصواريخ دي بتعمل تتبع للحرارة اللي طالعة من الطيارة، فالطيارة اللي اتضرب عليها صواريخ كل اللي بتعمله انها تضرب الفليرز دي او الشعلات بحيث انها تطلع حرارة، فالصاروخ اللي جاي عليها يضربها يخبط فيها والطيارة تفضل سليمة زي ما بيحصل في الواقع بالملي. في طبعا السبيشال فورسز اللي الضابط بينزلها دي، بيبقى حاجة اسمها نايف اتاك او اللي هو هجوم بالسكينة، ده عشان خاطر لو انت بتهجم ستيلث ومش عايز ان انت تتكشف. تاني حاجة لو انت عايز تحط قنبلة موقوتة، دي قنابل عادية، دي بيبقى برضو ليزر او علامة كده معينة انت بتحطها على المبنى بتاعهم، وبحيث انها بتضرب عليها مدفعية من بعيد. دول ثلاث عساكر، دول ار بي جي عادي جدا
وده القناص اللي كنت بكلمك عنه قبل كده. خلينا نحط القناص ده هنا في مبنى من دول ونشوف هيبقى التأثير بتاعه عامل ازاي في الدفاع في المنطقة دي. في برضو حاجة كمان ممكن نعملها برضو هتبقى خدعة سهلة وظريفة. الدبابات اللي بتيجي من هنا او الوحدات اللي بتيجي من هنا من الجيش اللي قصادك بيبقى متخبي بين البيوت وانت ما انتش قادر تضربه الا لما يقرب خالص. ممكن ان احنا ندمر المباني دي بحيث ان هو هيبقى الطريق قدامنا مفتوح وسهل جدا للدفاعات انها تضربه من بدري ومن بعيد. طيب خلينا ندردش شوية عن لعبة جنرالز. لعبة جنرالز الجنرا بتاعتها أو النوع بتاعها من ألعاب الأكشن RTS جيم أكشن طبعا، وده واضح. والآر تي إس دي اختصار ريل تايم استراتيجي. يعني إيه ريل تايم استراتيجي؟ يعني طبعا اللعبة دي من الألعاب الاستراتيجية. ريل تايم يعني الأكشن اللي أنت بتعمله في اللعبة بيبان تأثيره في ساعتها. بمعنى في ألعاب تانية بيبقى اسمها رول بيزد أو تايم بيزد أو تيرن بيزد جيم، يعني ان انت زي لعبة سيفيلايزيشن طبعا اشهرهم باجزائها الستة، ان انت بتاخد اكشن في كل الوحدات اللي عندك في كل المباني اللي عندك وتدوس انتر بحيث انت كده خلصت الترن بتاعك او خلصت دورك. الجيش اللي قدامك نفس الوضع، وبعد كل ترن انت بتعمله او كل دورة انت بتخلصها بيبان تأثيرها. بس طبعا الكلام ده مش موجود هنا في جنرال. جنرال ريل تايم يعني بتحصل في ساعتها. انت حركت العسكري ده هنا هيتحرك في ساعتها، انت حركت الدبابة دي هنا هتتحرك في ساعتها. قيس على كده اي واحدة في اللعبة او اي مبنى في اللعبة. طبعا زي ما انت شايف احنا رصينا دفاعاتنا بشكل كويس، تمام، امورنا تمام، فاضل ان احنا نعمل جيش نهاجم بيه. خلينا ننتقل لنقطة مهمة هنا اللي هي البروموشنز او الترقيات. انت كل ما بتدمر وحدات اكتر كل ما بتاخد اللي هو العشر نجوم. خلينا هنا هناخد الترقية دي ودي ودي، ودي بتبقى عبارة عن طيارات بتضرب قنابل أو بتضرب صواريخ في منطقة معينة عشان تدمر، ودي صواريخ سكوب أو صواريخ كروز سكوب. العدسة المكبرة دي بتبين لك شكل الجيش اللي قدامك ودفاعه شكله عامل ازاي وان انت هتهجم منين. خلينا نختار القنبلة دي نرميها على منطقة زي دي مثلا مليانة دبابات. طبعا الجيش عنده وحدات كتير مش نافسهم بشكل كويس، بس خلينا ان احنا ايه يعني نقلق الدنيا شوية ونقلل عدد الوحدات دي. طبعا زي ما شفنا هنا في وحدة دفاعية هنا مشكلة، او البنكر او المخبأ ده بيبقى فيه عساكر من اللي بتضرب ار بي جي وار بي جي بنبال كمان، فبتبقى مشكلة لو انت هاجمت فيها بدبابات او هاجمت بيها بعساكر بيموتهم كلهم تقريبا. خلينا نخلص من المكان ده الاول عشان خاطر ان انت تقدر تهجم بسلاسة من غير ما تفقد وحدات كتير. في لسه هنا دبابات كتير برضو محتاجين ان احنا ندمر كتير منهم. تمام، عايزين نطلع عساكر اكتر. خلينا في العسكري ده اللي هو المارين، عسكري المارين او عسكري البحرية الامريكية. بيبقى له كام تحديث كده او كام ابجريد بيخلوه قوي جدا وهنستفيد منه جدا. العسكري ده بقى قادر ان هو يحتل المباني زي مصفة البترول، يقدر يعمل هنا الغام في المكان اللي هو واقف فيه بحيث لو حد هجم عليه في المكان ده ينفجر. هنا السلاح ده بيخليه يضرب قنابل، ده شوت جان بتبقى اقوى في المواجهات اللي هي الشورت رينج. يعني لو انت قدامك عساكر كتير في مسافه صغيره ما هماش بعاد عنك هتختار السلاح ده، لكن انا بفضل ان احنا نختار السلاح بتاع القنابل عشان خاطر لو في دبابات او مباني الوحده دي هتبقى قويه جدا قصادك. خلينا برضو نطلع شوية دبابات ستيلث والإسعاف والدبابات العادية عشان خاطر تقدر انت تعمل تشكيلة كبيرة من الوحدات المهاجمة، بحيث لو انت هجم عليك طيارات هيبقى فيه وحدات ضد الطيارات، هجم عليك دبابات هيبقى فيه وحدات ضدها، هجم عليك عساكر عادية برضو هيبقى فيه وحدات ضدها. مع وجود قناص عشان يضرب برضو من مسافة بعيدة
عشان خاطر لو هو عنده قناصة كمان، أو لو عنده عساكر من اللي بتضرب نبال، بتموت العساكر بتاعتك بطريقة سريعة يعني. خلينا نجرب نهجم تاني، بس نبص بصة الأول على دفاعاتهم أو إيه اللي ممكن يقابلنا. بنوا البنكر ده تاني أو المخبأ، برضو محتاجين ندمره، والباقي تقريبا دبابات عادية مش هيبقى فيها مشكلة. خلينا نجيب الطيارات دي تدمر البنكر ده. خلينا نعمل جارد او حماية للمنطقة دي، بحيث ان اي واحدة تدخل فيها نقدر ان احنا ندمرها. ده النبال اللي كنت بقول لكم عليه. خلينا نصطاد العساكر بتاعة النبال دي الأول. طبعا محتاجين المبنى بتاع العساكر بتاعهم اللي بيطلع منه عساكر نبال من ندمره بسرعة، لأنه قضى على عدد كبير من العساكر بتاعته. بعد كده مش هيبقى فيه مشكلة. محتاجين برضو شوية عساكر تانيين. ممكن انت تخلص على بقية الجيش بالطيارات. خلينا نجرب. Fuel air bombs armed and ready. خلينا برضو المكان زي ده اللي موجود فيه الدفاعات بتاعتهم. ما عادش فيجر نقطة دفاعية واحدة ليهم بس، ودي ممكن نضربها بالطيارات برضو عادي. خلاص تقريبا انت بتفنش دلوقتي في الجيش اللي قدامك. محتاج بس عدد صغير من العساكر. Thank you.
طبعا زي ما انت شايف قدامك دلوقتي ما عادش في اي مصدر تهديد من الجيش ده غير بعض الدبابات، خلينا نجرب الوحدة الخاصة دي قدام الكام دبابة دول، بس طبعا لوحدها مش هتقدر إن هي تعمل حاجة. خلينا نبني بيت عساكر تانية بحيث إن يبقى الإنتاج سريع والوحدات أكتر، عشان خاطر نهجم عليهم هجمة واحدة نخلص يعني. You want the best? Here I am. وتقريبا كده خلصنا على معظم الجيش اللي قدامنا. خليني برضه افكرك ان القناة عليها فيديوهات تانية لألعاب بلاي ستيشن 4 زي جادو فور، زي مورتال كومبات، زي الفيفا، وألعاب بلاي ستيشن 1 زي بيبسي مان وزي الكرة اليابانية، الألعاب اللي طبعا كلنا لعبناها زمان. متنساش تشترك في القناة وتتفرج على بقية الفيديوهات وتابع أي جديد ينزل في القناة.